بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بيكم. برمجة قواعد البيانات باستخدام اكسس 2016 والجزء الاول الاستعلامات والدرس رقم 11. الاستعلامات هي قلب قواعد البيانات، هي المحرك الحقيقي اللي بيحدد جودة قاعدة البيانات. انت ممكن يكون عندك البيانات ومحتاج تطلع تقرير من هذه البيانات، اللي بيساعدك تقدر تطلع تقرير ده هو الاستعلام. ما نقدرش نقول يقينا ان في مكون اهم من المكون، يعني الجداول المهمه، الاستعلامات، النماذج، التقارير، لكن الاستعلامات لها اهميه خاصه، لان هي اللي بتقدر تسمح لي ابحث في قاعده البيانات بتاعتي واطلع تقارير. هنبدا مع اول نوع من الاستعلامات وهو استعلام البحث. هو فكرته بسيطه خالص، انا عندي مجموعه من معايير البحث اللي بطبقها على مصدر بيانات اللي هو في حالتنا جدول علشان تطلع لي نتائج. تعالوا نشوف الموضوع ده عملي. دي قاعدة البيانات بتاعتنا، انا عندي الطلاب عددهم 10 طلاب متوزعين ما بين فصول من الاول الى الخامس، زي ما احنا عاملين في الديزاين هنا في الفاليديشن حاطين 6 صفوف من الاول الى السادس. تعالوا نلغي الديفولت فاليو دي نخليها فاضية عشان يبقى اي طالب جديد مش مكتوب له صف لغاية ما احنا نكتب الصف. تعال بقى نشوف هنعمل استعلام ازاي. create query design اكيد ينفع نعمله بالويزرد، بس خلينا نشتغل بالديزاين. انا هقفل الشاشة اللي ظهرت اللي اسمها show table علشان اتكلم عن الشكل ده. احنا كنا اتكلمنا ان الاستعلام بتاع البحث بيحتاج جزئين، معايير ومصدر. الشبكة اللي تحت دي هي دي معايير البحث، والمكان اللي فوق هو المصدر، هو المكان اللي هيتم فيه البحث. يعني انا عايز ابحث في جدول الطلاب على ايه؟ على الاسم الطالب والاي دي بتاعه والفصل. كده كل البيانات هتظهر، يعني انا عندي 10 طلاب كلهم ظهروا. ليه؟ لان انا ما عنديش معايير. طيب تعالوا نرجع، خلوا بالكم ان الاستعلام انا بعمل له رن تشغيل. تعالوا بقى نحط تحت كلمة كلاس، نكتب بس رقم 3 ونعمل رن. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان الاستعلام عرض لي بس الطلاب اللي ينطبق عليهم المعيار ده اللي هو في الحالة دي رقم 3. انت تقدر تكتب بترين طبعا 2 and 3، كده اي طالب في الصف الثاني او الثالث هيظهر. ولو كتبتهم تحت بعض هي نفس المعنى، لان تحت بعض معناها اول، يعني سواء كان في الصف الثاني او في الصف الثالث، غير ده في الصف الخامس. لو انا جيت هنا قلت له في الكويري انا عايز الطلبه اللي في الصف الثاني، وجيت في الستودنت نيم وعملت استريك زد، يعني اسمه في حرف زد، او خلينا زد استريك بيبدا بزد، في الحالة دي مش هيجيب لي ولا طالب. ليه؟ لأن طول ما الشرطين على نفس السطر معناهم و، يعني أنا بدور على الطلبة التي تبدأ أساميهم بحرف الزد وفي الصف الثاني. طب لو خدت دي زي ما هي كده نقلتها تحت، هجيب لي كل طلبة الصف الثاني بالإضافة إلى أي طالب يبدأ بحرف الزد رغم إنه مش في الثاني. الفكرة ان انا لو كتبت الشروط في نفس السطر ده معناه اند و، يعني لازم الشرطين يحصلوا. لو كتبتهم في سطور مختلفة تحت بعض دي معناها اول، يعني ده او ده. لو انا بتعامل مع ارقام، لو كتبت الرقم مباشرة فده معناه يساوي، اقدر استخدم اكبر من بمعنى اكبر من، واقدر استخدم اصغر من. لو عايز اكتب اكبر من او يساوي بكتبها ازاي؟ بكتبها كده. لو عايز اكتب اصغر من او يساوي بكتبها ازاي؟ بكتبها كده. لو عايز اكتب لا يساوي بكتبها ازاي؟ بكتبها كده. وممكن اكتبها نوت، يعني دي اكبر من او يساوي، دي اصغر من او يساوي، دي لا يساوي. تعالوا نجرب كده مثلا لا يساوي، يعني جيت هنا وقلت له 2، يعني انا بقول له عايز كل الصفوف ما عدا الصف الثاني. تمام؟ طيب ده لو انا بتعامل مع ارقام. طيب لو بتعامل مع كلام نصوص هعمل ايه؟ لو انا بتعامل مع نصوص، النجمه معناها اي حروف اي حاجه، يعني لو جيت هنا وحطيت نجمه كاني ما عملتش حاجه، لان هي دي معناها كل حاجه، العشره كلهم ظهروا.
طب لو حطيت النجم اولا لايك بتظهر تلقائي، فانت مش محتاج تعملها زي ما التو كود بتظهر تلقائي. لو كتبت كلام مباشره فده معناه يساوي، يعني لو جيت هنا وكتبت احمد فانت كده بتقول له بالظبط انا عايز احمد اهو، وطبعا مفيش حاجه لان مفيش طالب اسمه بالظبط احمد. طيب يبقى النجمه معناها ايه؟ حروف. الاسم مباشره يعني يساوي. النجمه معناها ايه حروف؟ فممكن تحدد مكانها، يعني لو عملت كده يبقى اي اسم بيبدا بحرف الزد، لو عملت كده يبقى اي اسم بينتهي بالزد، لو عملت كده يبقى اي اسم ايا كان مكان الزد. يعني تعال نجرب، تعال بس نغير الستودنت نيم، ادي اسم اخره دي، وتعال نخلي ده اوله دي، وتعال نخلي ده في نصه دي، كتجربه يعني. لو جيت هنا وقلت له دي استريك جاب لي مين؟ جاب لي واحد بس اللي بيبدا بالدي. طيب لو قلت له استريك دي جاب لي مين؟ جاب لي واحد بس اللي بيبدا بالدي. طب لو قلت له استريك دي استريك جاب لي مين؟ جاب لي اي حد اسمه جواه حرف دي. على حظنا في تسعه اسميهم فيها حرف دي ايا كان مكان. يبقى النجم اقدر احدد منها مكان الحرف. لسه اقدر استخدم نوت بمعنى لا تساوي. تمام؟ طيب لايك بتظهر تلقائيا، والمفروض اي كلام يتعمل تو كوت قبله وبعده وده بيتكتب تلقائي، يعني انت مش محتاج تكتبه. ومعنى ظهور التو كوت معناه ان انت اللي انت كاتبه صح. لو بتعامل مع تاريخ، طيب انا ضفت شويه تواريخ في جدول الستون تايم، ضفت حط اسمه اني ديت يعني علشان بس نشوف. طيب لو نفس الكويري ده عايز اعمل له ديزاين فيو عشان اخلي من ضمن النتائج اللي تظهر التاريخ، ادي الاني ديت مجرد ما عملت عليه دبل كليك ظهر هنا. واقدر دلوقتي لو شغلت الكويري يبقى من ضمن النتائج اللي هتظهر هي التاريخ. يبقى معنى كده ان انا لو عايز اخفي معلومه ممكن اشيل بس علامه الصح. طيب لو انا عايز بس الناس اللي في 2014، يعني لو عرضنا التيبل هنا في طالب من 2001 في 2 من 2014، انا عايز اللي بعد 2010 فقط، نفس العلامات اللي استخدمناها مع الارقام، لكن الفرق ان لازم يبقى قبل التاريخ وبعده علامه هاش، هاش ساين. انت مش محتاج تكتب هاش ساين، انت لو كتبت التاريخ صح بتوين اول 2014 اند اخر 2015، لو التاريخ مكتوب صح الهاش ساين هتظهر لوحدها والكويري هيشتغل صح. انا عندي ثلاثة طلبة من سنة 2014 لغاية 2015. سؤال، انا لو ضفت بيانات هنا هتتضاف؟ يعني انا لو جيت دلوقتي وقلت له ان في طالب اسمه ثاني رقمه 7000 في الصف الثاني بدون تاريخ، قال خلينا نحطها توداي، وقفلت الكويري وبدون حفظ كمان، هل البيانات اتضافت في الجدول؟ طبعا هو الكويري مجرد نافذه على الجدول زيه زي النموذج لما هنعرف بعد شويه. طب سؤال كمان، انا لو حذفت الكويري ده اخسر قد ايه من البيانات؟ ولا حاجه، الكويري ما فيهوش اي بيانات. الكويري كل اللي بيعمله لغايه دلوقتي طبعا كويري البحث انه فقط بيقوم بعرض بيانات موجوده اصلا في الجدول. من ضمن الحاجات اللي هتكون موجوده مع الفيديو رابط لصفحه مايكروسوفت اللي فيها كل الاوبريتورز اللي ممكن تستخدمها في الكويري من النوع سيلكت كويري. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.